من كام يوم في بوست نزل كده على صفحة شاومي مصر بيقولوا انتظروا فيه الريدمي نوت 11 برو. طبعا كل الناس اتحمست للريدمي نوت 11 برو ومحدش خد باله ان الصورة اللي نزلت منهم مكتوب فيها The Pros are coming وكمان مكتوب فوق انتظر عائلة الريدمي نوت 11 برو. يعني معنى كده من الاخر ان في ريدمي نوت 11 برو وفي الموبايل اللي بقالنا فترة بننتظره بشكل كبير وهو الريدمي نوت 11 برو بلس. انا مش جاي في الفيديو ده من الاخر اكلمك عن الريدمي نوت 11 برو لان بعد ما شفت تسعير الريدمي نوت 11 اس فبقولك من الاخر كده ما تنتظرش الريدمي نوت 11 برو لان تسعيره هيكون في فئة 7000 جنيه وبيقدم نفس المعالج الموجود في الاس. حرفيا مفيش فرق ما بين الموبايلين غير ان البرو بس عشان كلمة برو بيقدم 120 مع الاموليد وبيقدم لك تصميم افخم وشحن اسرع 67 مكان 33. سيبك بقى من الريدمي نوت 11 برو وتعالى نركز شوية مع الريدمي نوت 11 برو بلس ونبص على مواصفات الموبايل ده واقول لك ليه الموبايل ده فعلا لو نزل في الفئة السعرية بتاعت 7000 او اخر 7000 هيحقق مبيعات فعلا مهولة. ولو الموبايل ده منزلش في فئة 7000 وعلى شوية ونزل في 8000 جنيه مش هيحقق اي مبيعات وهيكون من افشل موبايلات شاومي في السوق وفي موبايل واحد هو اللي يقدر يتغلب عليه وينزله الارض. قبل ما اقول لك اي حاجة على طول انزل كسر زر اللايك كسر زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة امك ريفيوز وخلينا نبص سريعا على الريدمي نوت 11 برو بلس وخلينا اقولك ليه الموبايل ده فعلا لو فات 7000 جنيه هيعمل شغل عالي. هنا الشاشة فيها كل حاجة انت عايزها، شاشة اموليد حجمها ممتاز 6.7 انش، بتدعم ال 120 هرتز، بتدعم ال اتش دي ار 10 بلس فول اتش دي بلس، فيها كل حاجة انت عايزها حرفيا في حتة الشاشة امتياز. الموبايل ده مش ناقصه اي حاجة في نقطة الشاشة. اما بالنسبة لتاني نقطة الموبايل ده بيحققها هي نقطة التصميم. الموبايل تصميمه فعلا ممتاز شبيه بعائلة الريدمي نوت 11 بالظبط، ولكن هنا بقى تصميم فخم من الازاز وفريم من البلاستيك. فلو انت بتتكلم عن الفخامه فريدمي نوت 11 برو بلس بيقدم لك فخامه كويسه جدا. نتكلمنا عن التصميم والشاشه وتعالى بقى نتكلم على المعالج. ليه بقى الموبايل ده بيقدم معالج محترم في الفئه السعريه دي؟ ولو بصيت على المعالج اللي احتمال يجي في مصر مع الريدمي نوت 11 برو بلس هتلاقيه دايمنسيتي 920 5G، ولو بصيت على الفئه السعريه دي اصلا بره شاومي هتلاقي ان المعالجات الموجوده حاليا سناب دراجون 778 وسناب دراجون 720 والكلام ده. سناب دراجون 778 بيتفوق بنسبة بسيطة عن الدايمنسيتي 920، ولكن الدايمنسيتي 920 بيتفوق على سناب دراجون 720 و730 و732. كل المعالجات دي دايمنسيتي 920 أفضل منهم، فعشان كده بقول لك إن الريدمي نوت 11 برو بلس لو اتسعر في 7000 جنيه هتكون صفقة ممتازة جدا مع الدايمنسيتي 920 5G اللي بيقدم أداء ممتاز، وكمان هنا معاك نسخ بتبدأ من 6 جيجا بايت رام 128 جيجا ذاكرة داخلية، فكأداء يومي وكأداء ألعاب اطمن انت معاك معالج محترم جدا جدا جدا. وسيبك بقى من الأداء وتعالى نتكلم على الكاميرات. وعايز اقول لك ان التجربة المبدئية للموبايل ده للكاميرات الأمامية أو الخلفية بتقدم أداء كويس جدا. ده إذا كان الريدمي نوت 11 اس أصلا كان بيقدم أداء ممتاز مع الكاميرات الخلفية، ما بالك بقى ان الريدمي نوت 11 برو بلس هيعمل إيه لما الريدمي نوت 11 اس بيقدم تجربة الكاميرات دي؟ زائد كمان إنك معاك بطارية ممتازة ومعاك شاحن سريع 67 واط، معاك سماعات ستيريو، معاك بصمة موجودة في زرار باور. فاذا لو احنا هنحط الموبايل ده بمواصفاته في فئه 7000 جنيه سواء بقى هنحطه مع موبايلات من شركه شاومي فيتفوق عليها، هنحطه مع موبايلات خارج شاومي فالموبايل ده بيقدم توليفه افضل منهم بشكل كبير. فعايز اقول لك بالاخر كده كشاشه كمعالج كتصميم كسرعه شحن كبطاريه ككل حاجه كسماعات ستيريو واضافات الموبايل ده مش مقصر معاك في فئه 7000 جنيه ويعتبر صفقه فعلا ممتازه جدا لازم تستناها. ولكن لو الموبايل ده بقى اتسعر في فئه 8000 جنيه فللاسف واقدر اقول لك ما تشتريش الموبايل ده، وبقولها لك من دلوقتي لان في موبايل من شاومي حرفيا بيقدم صفقه افضل منه وهو اكيد الشاومي 11T. شاومي 11T سعره دلوقتي للنسخه الثمانيه 256 جيجا
8800 جنيه حرفيا، وهسيب لك السكرين شوت هنا وهسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. والشاومي 11 تي حرفيا بيقدم لك كل حاجه موجوده في الريدمي نوت 11 برو بلس، وكمان معالج اقوى. يعني لو بتتكلم على شاشه اموليد 120 فول اتش دي بلس بتدعم كل حاجه مع حواف قليله موجوده في ال 11 تي، بتتكلم على تصميم زجاجي فخم موجود في ال 11 تي، بتتكلم على كاميرات ممتازه، فعايز اقول لك ان ال 11 تي بيقدم كاميرات ممتازه وعن تجربه، بتتكلم على اداء ممتاز سواء كان في اداء اليومي او اداء العاب، فال 11 تي بيقدم لك اداء ممتاز واداء كمان يفوق اي موبايل حرفيا موجود حاليا مع الدايمن سيتي 1200 اللي فيه فرق محترم ما بينه وما بين ال 920 5G. لو بتتكلم على بطاريه ممتازه وشاحن ممتاز سريع 67 واط فبرضه موجود في ال 11 تي. فلو بصيت على مواصفات الريدمي نوت 11 برو بلس وجيت تحطها في ال 8000 جنيه فهتلاقي ان ال 11 تي وقف له عامل له كده، وكمان معاك ذاكره تخزينيه عملاقه 256 جيجا. فعشان كده بقول لك لو الموبايل ده اتسعر في 8000 مش هيقدر يعمل اي حاجه، ولو اتسعر في فئه 7000 هتكون صفقه فعلا ممتازه لانه هيعتبر الموبايل الاكثر تكامل. دي كل حاجه عن الريدمي نوت 11 برو بلس اللي انا بصراحه منتظر جدا، واتمنى ان شاومي ما تخيبش املي وتحط الموبايل ده في فئه 8000 ويسعروه فعلا تسعير منطقي في فئه 7000 لان هيكون صفقه ممتازه جدا جدا جدا. فاكيد منتظر اشوف شاومي هتعمل ايه مع الموبايل ده وهتسعره بكام، واكيد دايما متابع معاكم باستمرار، فما تنساش على طول اللايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايما كل جديد، واكيد كالعاده انتظرني فيديو جديد وسلام.